السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أحمد الله إليك أن نوهت عن قرار المسؤول فيما يتعلق بأمر النقاب وأمر الحجاب في حلقة الأمس في مجلس الإفتاء. بارك الله فيك. وإنني يعني أوجه إلى كلمة بسيطة. تفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. فهل الولي الامر مخير انه يلبس يستر بنته بالحجاب او لا؟ عشان الوزير يقول الحجاب بموافقه ولي الامر، فارجو توضيح ذلك حتى لا يلتبس الامر على الناس، وجزاكم الله خير الجزاء. وجزاك الله مثله، بارك الله فيك. أمين يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فرب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، يقول: الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول ربنا عن ولي الأمر الذي هو الأب: والأب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فواجب على ولاة الأمور بصفة عامة، واجب على الوالدين بصفة خاصة، إذا رأوا عوجاجا وخلافا وشقاقا لكلام الله وكلام رسول الله أن يقوموا هذا الخلاف وهذا الشقاق، أن يقوموا المخالف وأن يقوموا المشاقق، لا أن يتركوا المشاقق يشقق كما أراد، كلا، بل يلزموه بالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب على ولاة الأمور سواء كانوا الولاية بالصفة عامة أو كانت الولاية الخاصة التي منها الرجل في أسرته، أن يأخذوا على يد الظالم، خاصة ظالم لنفسه. يعني الولد لا يدري ما وجه الخير في كثير من الأحيان، فالوالد عليه أن يقومه. جعلت الولاية في النكاح، لماذا جعلت الولاية في النكاح على البنات؟ تأثيرات التأثر والعاطفة قد تجرفهن عن التعقل الرشيد، فمن ثم شرعت الولاة في النكاح. فالأصل الأصل أن تكون البنت مستورة، الأصل أن تكون البنت مستورة،
وأن تكون عفيفة متعففة، لكن أن نجعل الأصل هو التبرج والتفسخ ولا ترتدي الحجاب إلا بإذن من الوالد، فهذا عمى بصيرة والعياذ بالله، هذا من عمل البصيرة أفهام وسقيم الأفهام. أمين يا رب. السلام عليكم. الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك يا شيخ، في عربيات بتعدي بتقول إن بيشتروا الزيت المستعمل بمبلغ مثلا، فأنا معرفش هما بيعملوا إيه بالزيت ده، فهل حرام لو أنا بعته؟ يعني في ناس بتقول هو ممكن يكونوا بيجددوه تاني، وفي ناس بتقول إن هو ممكن بيعملوا بيه صابون، لكن أنا معرفش إيه اللي بيتعمل بيه صراحة يعني. نطرح السؤال للإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أهل الاختصاص على وجه الخصوص. تقول الأخت السائلة: هناك ناس يمرون على محلات الطعمية ونحو ذلك وعلى الزيوت المستعملة بصفة عامة، يأخذونها زيوت الطعام يشترونها، فالأخت لا تدري ماذا يصنعون بهذه الزيوت، هل يعيدون هيكلتها ويجعلها زيوت مرة أخرى وتكون قد انهكت وتجلب الأمراض، أو ماذا يفعلون؟ من عنده فائدة يفيدنا في هذا بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ عبد الهادي البط وجزاك الله مثله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمعت يا شيخ، هو الشقق بتاعت الإسكان والتعمير فيها شروط ربوية، ابتعدي عنها أسلم لدينك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت لبنى بنت عبد العزيز. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخت شيماء بنت عفيف، وأنت يا أخ أحمد ابن أمين أبو هشيمة، وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي توضيح فيما يخص مسألة إعادة تدوير الزيوت يا مولانا. تفضل. التي تفضلت بطرحها بناء على اتصال تليفوني. نعم. حضرتك لو شفنا تكلفة الشراء والبديل الآمن لا يوازي هذه التكلفة، اللي هي إن هم بيعملوه صابون. كيلو الصابون بيتباع بجنيهات معدودة. كيلو الزيت المستعمل بيشترى بحوالي مش اقل من 15 جنيه، وثبتت تقارير رسمية انه في العهد السابق ايام مبارك كانوا بيجيبولنا زيوت معاد تكريرها من فيتنام ومن الدول دي، وكان بيوزعوها على بطاقات التموين كزيت مدعم، فاغلب الظن ان هذا الزيت يعاد تدويره ويعبأ ويباع مرة اخرى لاستخدام البشر، واعتقد ان هذا غير امن والله اعلم. جزاك الله خير. اين المعلومات الموثقة التي تثبت لنا صحة هذا الكلام؟ ما في تقرير النهاردة يا مولانا مستعد ابعته للصفحة بتاعت حضرتك، تقرير رسمي بيؤكد ان الزيوت التي كانت بتجينا في الثمانينات والتسعينات والفينات قبل يناير كانت معاد تكريرها في الدول، وكانت بتجمع من مصانع البطاطس والمطاعم الكبيره المشهوره في هذه الدول. يا ليت ترسل لنا، لان نحن من شاننا اهل الحديث، وهو يفترض ان يكون من شان كل مسلم ان نتثبت. اعلم هذا ان منهج حضرتك التثبت، ونحن معك على هذا، وان شاء الله لو اردت ان انسخ التقرير وابعته على الصفحه حالا ابعته لحضرتك. اشكرك بعد شكر الله. بارك الله في عمرك يا مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم مصطفى معك. عايز اسالك سؤال. سلي. ابني انا. نعم. وابني. نعم. ابني وانا ولدي.
ابن كمالة. من حوالي 3 سنين وكان عايز يعني يخطب ويتجوز وسبب معنا مبلغ، قال لي كان عامل يعني كان يخطب وهو في الخير ما رضاش ربنا، وبعدين ما حصلش نصيب وكان سايب مبلغ وما حصلش نصيب يعني ولا خطب ولا عملنا له حاجه بي، يعني على نية انه هو يتجوز بي يعني نعمل له شقه ونجي ويتجوز. وبعدين جه خطب وبدأنا يعني ناخذ من المبلغ ونصرف المبلغ بعد زكاة. هو بلغ النصاب ومرت عليه سنة؟ ايوه عليه زكاة. ومثلا لا افرض مثلا هو الاخ ده ما يعول يعني اخواته البنات، يعني واحدة بتتعلم ويدفع لها مصروف حتى واحدة مخطوبة وهتتجوز. لا 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 ما يجوز يعني ان زكاة تطلع منها او لا ما تخرجوش الزكاة، انتم بتاخذوها من بيتكم لبيتكم. ايه؟ ابنك معه الفلوس واخته بتتزوج وهم كلهم معكم في البيت اسرة واحدة. ايوه اسرة واحدة، هو لا عشان ابتعد عن كده. ابوه يعني الوالد ما معاش المبلغ يجوز او ما معاش المبلغ يصرف يعني يعلم. معيشة الولد مع اختي معكم كلها معيشة واحدة. الأرض ما عادش الإمكانية اللي يعلم أو يجوز، الأخ هو اللي متكفل بالحاجات. ما أستطيع أقول له أدفع من زكاة المال بهذا التوصيف. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ناني داهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ طيب والله الحمد. كنت عايز اسأل حضرتك عن صحة حديث ولا يزال الرجل يتأخر في صلاته حتى يؤخره ولا الله. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. آخر معنى هنا يا شيخنا يعني. قال فريق من الشراح حتى يتأخرون عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. لا التأخير في الصلاة ازاي؟ تقدموا واتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا زال قوم يتأخرون، سواء يتأخر عن إقامة الصلاة وسواء يتأخر عن الصلاة من أصلها. يعني ممكن في الركعة الثانية أو الثالثة يعني. أو ممكن يتأخر عن الجماعة نعم. طب صحة الحديث الثاني، هذه أمتي أمة مرحومة جعل الله عذابها في عذابها في الطوفان والزلازل. لا يصح. ماشي بارك الله فيك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا اخي محمد بن عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بارك الله عمرك يا شيخ. البارحه اتصلت بك بالتليفون لم يتم مسموعا. نعم. نعم ما قلت. عندي سؤال يا شيخ والله من ايام حيرني، ممكن اسال؟ ممكن تسال ان شاء الله. مشكلتي انني بحب الكفار واتمنى العيش بينهم مشكلة ماذا؟ عفوا؟ احب الكفار واتمنى العيش بينهم تحب الكفار وتتمنى العيش بينهم؟ العيش معهم غريبة. احمد عصفور ونفع الله بك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى كيف حالك؟ طيب الحمد لله. عندي سؤال لو تكرمت. سل. اخوة خمسة. مالهم؟ هو ابويا وعمامي. ابوك واعمامك خمسة. خمسة نعم. ايوه. ثلاثة من الاخوة دول سافروا الخارج. طيب. واشتغلوا وجابوا فلوس، بس كل اللي اشتغلوا بيه كانوا بيدوه لابوهم يكتبوا باسمه. وعندهم اخين ما راحوش، كانوا موجودين في مصر هنا. الان توفى الوالد اللي ابوهم اللي كان اللي كتبوا كل الاشياء باسمه. اما ان يتراضوا. اذا لم يتراضوا نعم فالمال يقسم كتركه كلها كله للاب يقسم كتركه. حتى يعني يا مولانا لو ما كانوش دفعوا اي حاجه، حتى لو ما كانوش دفعهم، لان المعهود في القرى نعم ان الاب يجلس معه بعض الابناء يفلحوا في الارض نعم ويجمع فلوس يصفر ولدين والكل يصب في اناء واحد ويكتب نعم باسم الاب، فما دام الاب
لم يكتب شيئا باسم الأولاد الذين سافروا، نعم، فالمال مال الوارث تركه، إلا إذا تراضوا على شيء فالشرع يجيز التراضي. نعم. على السلامة. بس يكون حلال لهم هذا الشيء يا شيخ؟ أنا قلت لك خلاص. لأنه الأب ما دفع شيء، الأب نهائي. ما ولو ما دفع الأب شيء نهائي، لكن تركوا الشيء باسم الأب حتى لو هبوه هبة فهو تملكها المال الوارث. نعم. إلا إذا تراضوا. إلا إذا تراضوا. الله يكرمك. بارك الله فيك يا هند بن شيخون. ونسأل الله أن يرحم إخواننا في ليبيا ويسلمهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب ولله الحمد. كنت أسألك سؤال بس يا شيخ بالفضل. اسأل يا حبيبي. حضرتك لو أنا خاطب ومنحت خطيبتي من اللي هو تروح فرح مختلط. خاطب؟ أنت خاطب ولا عاقد؟ لا خاطب لسه. مالك أي سلطان عليها؟ بيت أبيها ليست مسؤولة منك. حتى لو نصيحة؟ نصيحة أنصح، لكن تنصح كل مسلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا فاروق أبا مصطفى، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ حضرتك، أنا اتصلت امبارح وكان عندي سؤالين. البارحة مش امبارح. أيوة حضرتك جاوبتني على السؤال الأولاني، لو ممكن بس أسأل السؤال الثاني. تفضلي. كنت بسأل عن ابني اللي كان بيجلس مع أصحابه وهم كانوا بيسبوا الدين وحضرتك. أنت أطلتي في السؤال هذا، هذا المرة يمكن السابعة تسألين نفس السؤال. لا والله حضرتك أنا سألت امبارح وحضرتك بس إيه؟ أيوة ما سألت امبارح عدة مرات. آه بس الجزء الثاني من السؤال حضرتك إن هو بيسأل هل في خلاف بين العلماء إذا كان جلوسه بدون إنكار بس مع في نفس الوقت هو مش راضي بيعتبر كفر ولا لا؟ هل في خلاف بين العلماء على يا أختي لا؟ إحنا ما نوصل إلى الكفر، لكن بقول لك أنت ذكرت أن ابنك يجلس مع ناس يسبون الدين وهو منكر بقلبه طبعا، فذكرتك بالآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. والثانية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. أي. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقلت لك لا يجلس معهم لا يجلس، وأنت مصرة عايزة تاخذ حكم. لا لا احنا متفقين أنه مش هيجلس إن شاء الله. طيب بتكلم في نقطة، هل هو إذا كان محبا لكلامهم وراضيا به فهو مثلهم طبعا. إنكم إذا مثلهم طبعا. إن كان كارها ليس بمثلهم، لكنه يأثم إن خالف أيضا، ومش ليس كل اسم يكون يعني كفرا. هل خلاف في الموضوع ده ولا لا حضرتك؟ ها؟ هل في خلاف بين العلماء في الحكاية دي ولا لا؟ لا في تفصيل، مش خلاف، في تفصيل. يعني بس إذا كان هو بينكر بقلبه لكن هو ما أفصحش عن ذلك لهم. يا أختي اللي فات خلاص عفى الله عما سلف، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تمام، بس هل في خلاف بين العلماء؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب الحمد لله في نعم من الله. أذنك في استفسار صغير. تفضل. هل يا شيخنا يعني يعتبر مخالف للجمهور لو قلت ان النقاب عادة ليس فرض ولا سنة ولا يعني يكذى فاعله ولا يحسن تاركه؟ هل انا كده خرجت عن رأي الجمهور؟ طبعا خرجت عن رأي الجمهور، لان رأي الجمهور يقول ان تساب فاعلته التي تسطر نفسها تساب. طب استاذن حضرتك سؤال تاني. اتفضل. هل يا شيخنا دلوقتي انا لو اجرت شقة من المالك أيه. والشقة دي مثلا فرضا 3 غرف. نعم. فهل انا ممكن اجيب ناس، انا مثلا اقعد في غرفة واجيب ناس في غرفتين التانيين واجمع حق الشقة من غرفتين التانيين واقعد انا ببلاش؟ اذا كان صاحب الشقة، اذا كان العقد لا يخالف ذلك.
إذا في العقد أتصرف في الشقة كيف أشاء بلا إضرار لا بأس. أيوة ما هو هياخد حقه كل شهر، ملوش دعوة المال. ها؟ المالك ملوش دعوة، هو عايز ياخد حقه كل شهر وخلاص. ماشي خلاص مش مشكلة. تمام جزاك الله خير. حياك. السلام عليكم. حسني بارك الله فيك. السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخنا يعني في سؤال أسأل حضرتك فيه. عندنا احنا ولاد عمامي عاملين زي نظام جمعية يعني مع بعضنا كده، احنا كل بيدفع مبلغ كل شهر من باب ان احنا نتقارب مع بعض ونتزاور مع بعض لو في مشكلة بين في العيلة حاجة كده يعني. فبنعمل من الجمعية دي بنطلع سلع منها، مثلا بشتري ثلاجة بيطلع لي مبلغ مثلا 9000 اشتري بيها الثلاجة، بس بتديها بجزء يعني الفرخة مثلا 7000 الفرخة 9000، بس الفلوس دي منا احنا بس يعني ما فيش حد دخل فيها. يعني عفوا هي منكم؟ انت اذا اشتروا لك ثلاجه ب 3000 تدفع لهم كم؟ انا مثلا انا في البلد يا جماعه عشان السبعه دي ادفعها مثلا على سنه بدفعها مثلا 8000 او 9000، بس الفلوس دي خاصه بي يعني الفلوس بتاعت كلها كلنا مشتركين فيها احنا والعم مع بعض. لا يجوز برضه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وسمحت يا شيخنا، وقراءة القرآن على المية حرام؟ لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، مش حرام بس لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. طب احنا لو قرأنا القرآن على المية، انا قلت لك ليست حراما لكن الرسول لم يفعل ذلك، بس هذا هو. تمام شكرا. الله يكرمك، بارك الله فيك يا محمد زياد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا شيخ الخط فاصل، انا بكلم حضرتك بخصوص الجمعيه بتاعتنا انا ولاد عمي. يا اخي انتوا عاملين جمعيه انت ولاد عمك، بتقول بتقرضوا بعضكم 3000 ردها على سنوات 9000. تمام. وهي منكم والك، ده برضه لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز. بالله الله يسلمك. والخلاف سيدب والمال سيقسم، رجعنا للربا مره ثانيه. السلام عليكم. عليكم يا شيخ مصطفى. تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، اريد ان اعرف ما معنى حديث سيدنا حذيفه، لو سرت حتى لا يكون بيني وبين بيت المقدس الا فرسخ او فرسخان ما اتيته او ما احببت ان اتي. لا والله ما مر علي يعني سنده، احتاج اراجعه. يا شيخ، هل شهد سيدنا حذيفه موقعه الجمل وصفين؟ الذي أعلمه أن حذيفة رضي الله عنه كان في صف علي رضي الله عنه، ولكن ما شهد الموقعتين. لا ما أستطيع أقول ما شهد، أقول لك الذي أعرفه يقينا أن حذيفة كان من فئة علي رضي الله عنه، لكن باشر القتال أم لا مباشر احتاج أراجعها بس. طب معلش لو سمحت، ممكن بعض التفصيل في موقعة الحرة التي حدثت في المدينة؟ ممكن إيه؟ عفوا، موقعة الحرة التي حدثت في المدينة ما لها يعني؟ ما أسبابها؟ ما أسبابها؟ أن أهل المدينة لم يرضوا بما صنعه معاوية رضي الله عنه من جمع البيعة لابن يزيد، وهو من جمع البيعة لابن يزيد بعد وفاته. يعني معاوية كان جمع البيعة لابنه يزيد في حياته، فرفض ذلك كثيرون جدا من كل البلاد، رفض ذلك أهل مكة وبايعوا لابن الزبير، وباع ابن الزبير عدد أهل العراق عدد كبير من الدول، وأهل المدينة أيضا رفضوا هذه البيعة، رفضوا هذه البيعة، والحسين رفض هذه البيعة، عدد من عقدت الخلافة لمن؟ ليزيد. فأهل المدينة اجتمعوا، وكان على الأنصار منهم رجل، وكان على المهاجرين منهم رجل، وأبوا، فأرسل يزيد جيشا فقاتل أهل المدينة واستباح المدينة أياما. نعم ماشي. طب معلش يا شيخ، بعض الأحاديث أسألك فيها هل هي متواترة أم لا؟
الأئمة من قريش. الأئمة من قريش يعني ذكره العلماء في المتواتر، لكن كلفظ الأئمة من قريش متواتر باللفظ لا أراه متواتر باللفظ، لأن في أحاديث بالمعنى، يعني في حديث مثلا، في حديث في المعنى مثلا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، بألفاظ ما بألفاظ زي كده، لكن ذكر فريق من العلماء الأئمة من قريش على أنه من المتواتر، لكن في الحقيقة وبعد التحذير الجمع ليس بمتواتر بهذا اللفظ أبدا. طب نبر الله امرأة، ها؟ نبر الله امرأة متواتر، حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا متواتر أيضا، لا متواتر أيضا، والمسح على الخفين متواتر، من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. لا أعرف التواتر فيه، أحتاج مراجعته في التواتر. طب حديث حنين الجيزة يا شيخ. أهل الجيزة متواتر، نعم. ماشي، شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام، يعطيك العافية. لو سمحت شيخ بسألك على حديث. أحرم الله فهو أحلل الله فهو حلال. نعم. ما حلل الله فهو حلال، وما حرم الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. موقوف. نعم. الصواب موقوف عن الصحابي. يعني صحيح ولا لا؟ ليس عن رسول الله، إنما موقوف على الصحابي. طيب شكرا يا فراس. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا سيدنا. في واحدة حامل في الشهر السابع وعندها ثلاث أولاد، ولد منهم حالي الدوني. تمام سيدنا؟ هي دلوقتي عملت إشعاعات وتحاليل النهاردة، الطبيب اللي بيعالجها قال لها إن الطفل اللي هيطلع دوت هيبقى نفس الكلام، حالي الدوني وعنده تضخم في الكبد ويطلع حالة تقزم. فقالوا لي انت رايك ايه؟ قال لا انا ما اقدرش اقول رايي، هو ماليش دعوه بالحاله دي مش ولا ده. قال ارجع لراي الشرع وكده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فما دامت الروح نفقت فيه لا يجوز لها انزاله. بارك الله فيك. لا يجوز ولا نحن نجوز او كده. نعم. جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك لنا في حضرتك. وإياك يا رب. أسألك عن صلاة القضاء في المسجد الحرام، هل هي تحتسب بمائة ألف مثل الصلوات لا 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 إجماع على خلاف ذلك. يعني الأخ مثلا فاتته 100 صلاة، يقول أصلي في الحرم صلاة واحدة بمائة ألف صلاة أكثر من اللي فاتني، لا يجزي هذا بالإجماع. بارك الله فيك يا فضل الشيخ ويسى، دكتور ويسى بارك الله فيك يا شيخ إيهاب، يا فضل الشيخ إيهاب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين يا مولانا بعد إذن حضرتك توضح لنا صاحب المال وهو على قيد الحياة، حدود حريته في تصرفه في هذا المال. طبعا يعني بعيد طبعا عن اي مخالفه شرعيه، او لو حب يوزعه بين ولاده وانه يسوي بينهم، لاني انا يعني كنت بسال يعني هل في مجال للكلام عن تركه في حال حياه المورث؟ لا، الذي له ان يهب، وإذا وهب يعدل في الهبة كمان. أو يوصي، وإذا أوصى يوصي بما لا تجاوز الثلث اختصارا. يعني في قيد هنا عليه، إذا وهب يعدل في الهبات، وإذا وصى لا تتجاوز وصيته الثلث. طب الفرق ما بين الوصية والهبة يا مولانا؟ الوصية تنفذ بعد الوفاة ويجوز له أن يرجع فيها وهي حي، أما الهبة تنفذ في الدنيا.
في الدنيا. طيب لو انا عندي بنات وما عنديش ولاد وعايز اقوي بناتي المال بتاعي وانا عايش، هل في قيد عليا من الناحيه الشرعيه؟ الله اعلم بنواياك. اذا كنت تقصد الاضرار بالورثه فتأثم للنيه. اين الورثه وانا ما زلت على قيد الحياه مولانا؟ ما ممكن هم يموتوا قبلي. ممكن يموتوا قبلك، لكن الله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل رجل اعتق ستة اعبد هم كل ماله، هم كل ماله. نعم. فردهم النبي واقرع بينهم، اقرع بينهم فارق اربعة واعتق اثنين. نعم. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. هم كل مالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف يا شيخ من زي حضرتك؟ طيب الحمد لله. الله يحفظك. حكم بس استخدام الاكواب البلاستيكيه لو انا في العمره وخدتها للاستخدام الشخصي يعني اثنين او ثلاثه كوبايه كوبين، معروف ان الامر في هذه سهل، لكن تاخذ لفة كبيرة للبيت بدل ما تشتري كوبايات تأخذهم لا يجوز لك. لا لا يا شيخ، هم اثنين أو ثلاثة. لا بأس بالكوب الكوبين معروف، لا بأس بس. الله يحفظك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حاتم. شيخ أحمد الله عليكم، سمعت وقرأت في بعض الفتاوى إنه المرور من بعض الطرق أو الأسواق اللي يتعمل فيها صوت الموسيقى او المعازف انه جائز لانهم يفرقون بين مساله السماع والاستماع. لكن بعد ذلك ذهبت لبعض يعني بعد ما قرات هذه الفتاوى ذهبت لبعض احتجت لبعض رياضه فاشتركت في بعض. عفوا انت ماذا قلت يا حبيبي؟ نعم ماذا قلت؟ بعد ما سمعت او قرات في هذه الفتاوى اللي تقول انه في تفريق بين مساله السماع والاستماع في المرور من بعض الاماكن اللي يعمل فيها صوت المعازف او الموسيقى لحاجه الانسان اشتركت في. يعني ايه يعني مش فاهم يعني ايه السماع والاستماع يعني؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا مر بمكان فيه اغاني او موسيقى يضع اصبعه في اذنه ويمشي مسرعا. يعني المنطقه اللي اعيش فيها يعني لا يكاد الانسان يجد سوق او طريق الا يكون فيه صوت معازف. خلاص تبقى دي مضطر. مشكلة. نعم فالإنسان يعني لحياته يحتاج لبعض الأمور من السوق أو لبعض الأمور من هذا. لا بأس ماشي المشكلة. ففي نفس المنطقة اللي عايش فيها احتجت لبعض الرياضة فاشتركت في نادي نسائي رياضي. فبعد ذهاب هذا النادي وكنت أضع السماعات في أذني أسمع بعض الدروس المفيدة أو الأمور النافعة، لكن بعد ذلك يعني قرأت فتوى في بعض المواقع اللي أثق فيها إنه يقولون إنه هذا يخالف الإنكار القلبي وإنه هذا يخالف ما قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ. يعني اختصارا يا أختي بس ما تطوليش في الكلام، أنت بتروح الجيم وفي مزيكا، هو ده الموضوع اختصارا؟ نعم. طيب ما تقول كده من ساعتها يعني لف ودوران ولف ودوران. لا 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 إذا كانت هناك ضرورة داعية إلى ذلك وضعت شيئا في اذنك يحجب عنك المنكر وتذهبي، ما في ضروره لا تذهبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو ايه يا عم؟ السلام عليكم احسن من الو. خلاص. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل انت رجل مسلم. بدي اسال سؤال، انا من فلسطين بدي. تفضل يا اخي الفلسطيني. السلام عليكم تعم المصريين والفلسطينيين وكل شيء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. في عندنا دكتور بين الشباب العمليات الاستشهاديه، ما رايك في ذلك؟ تحتاج الى تفصيل لا يتسع له المقام. يعني فتوى مختصره. لا استطيع ان اختصر مساله ذات اهميه لابد ان تبين فيها وجوه الحق والصواب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. الحمد لله انا بخير. ربنا يبارك في عمرك يا رب. واياك تفضل. عايزين يا شيخنا نتعلم دعاء بس ادعو به لاولادي في الصلاه.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لي في ذرياتي. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياكم. من آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب ولله الحمد. كنت بسأل حضرتك بخصوص الوصية الواجبة في الميراث. والموضوع ان المحاكم بتحكم بان الحفيد او الحفيدة بيأخذ ميراث ابيها وامها المتوفى في حياة والده او والدته بنفس القدر ما لم يتعدى الثلث. هل بهذا الشكل هي مخالفة للشريعة ولا مطابقة للشريعة بأي شكل من الأشكال؟ لا مخالفة يعني مخالفة للشريعة ولا لا؟ الجزء الثاني السؤال بعد حضرتك. بس خلاص يعني بس اختصر الأول، الوصية الواجبة لا دليل على وجوبها إلا إذا الميت وصى، هو يوصي بما لا يتجاوز الثلث. لكن تحولت في مصر من سنة 46 تقريبا إلى قانون. يا عم ماله يا اخي الكريم انت قبل ما يموتون بيعلم انه كده كده يعني باي شكل من اشكال الحفيد وحيرث منه فما بيوصيش بناء على ذلك. يا حبيبي صلى على رسول الله. ان تنازعتم في شيء فردوه الى القانون والدستور ام ردوه الى الله والرسول. الى الله والرسول بقى. خلاص ما فيش كلام، ما في داعي للكلام الكثير. ايه سؤال السؤال الثاني؟ ما هو السؤال الثاني مرتبط بنفس السؤال الاول. لا أجبتك في بعض إذا أنا أجبتك لا يا حد عندي. السلام عليكم. يا حبيبي صلى على رسول الله. السلام عليكم. احمد هيثم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرة الشيخ تفضل. حكم مولانا قراء المعازي. والله غير هذا العمل اولى لهم. نعم غير هذا العمل افضل لهم. يعني هو في بعض الناس يعني بكل بدعه، يعني هو الحديث الذي ارتكن اليه بعضهم وهو كنا نعد حديث جرير بن عبد الله البجلي، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياح، إلا أن هذا الحديث أعله الأئمة الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود وغيرهم، فالحديث ضعيف. بنوا عليه يعني بعض المعاصرين أن الاجتماع لا يقصد قراءة القرآن فقط، يقصد الاجتماع كل الاجتماع للميت من النياحة، وهذا الكلام مصادم لغيره من هو أثبت منه. تمام مولانا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حضرتك، معلش سؤال. تفضل. دلوقتي يا شيخ في قرار نزل إن البنات ما تروحش المدارس بالنقاب. إن شاء الله ربنا يبطلها، ارفع قضية عليهم. فقضية القضاء الإداري عليهم. طب مثلا لحد ما المدارس على آخر الشهر على بال ما يتحزم في القضية أو يحكم في القضية، هل يجوز دلوقتي نودي البنات من غير نقابات ولا نقعدهم في البيوت؟ ممكن تلبسها إكماما الآن. ماشي يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضيلتك في سؤال ممكن؟ تفضل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة ولا مش واجبة؟ والله أنا أختار الوجوب، هذا اختياري، وإن كان في المسألة أقوال أخرى لكن هذا اختياري، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولأن الله المؤذن ينادي حي على الصلاة، ولأن الرسول قال كدت أن أمر رجل ينادي بالصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. في السؤال الثاني يا شيخنا، وقت دخول الصلاة هو قاعد بجيم الشغل الأذان اتغدى قال لك لسه على المغرب بدري،
العصر، فقعد شوية لحد أذان المغرب قبلها بعشر دقايق قام صلى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أخر العصر إلى مثل هذا الوقت وقام يصلي، فنظر إليه وقال: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. شكرا الشيخ. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا، هل يجوز الاستلقاء في المسجد بين الأذان والإقامة؟ الاستلقاء؟ الاستلقاء نائما على الظهر يعني. الفجر ولا إيه؟ في العشاء مثلا. يجوز إذا لم يكن يضر بالمصلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. عايز استفسار بس في نقطة، كان عندنا جزء من المال كان معانا تقريبا، حبينا نشغله في مصنع. المصنع ده اتفقنا ان احنا هناخد منه رقم تقريبا كل شهر، وهيجي يصفي لنا في الاخر ويشوف النقص والزيادة وايه، ونحاسب اللي ناقص نحاسب عليه، والزايد او الزايد نحاسب عليه كده يعني. ف لما بيجي المصنع ما بيشتغلش ما بناخدش فلوس، لما بيبقى شغال بناخد رقم ثابت، يعني يا ناخد يا ما ناخدش خالص. ف دلوقتي جينا في الاخر بيقول مش هيعرف يحسب. انا مش فاهم العمل، ما افهم طبيعه العمل. يعني ايه طبيعة المشاركة؟ مشاركة في ايه؟ هو مصنع انا ماليش دعوة بيه. لا يا حبيبي، انا لازم افهم ايه طبيعة العمل؟ ما العمل الذي يعمله؟ مصنع ملابس. انت فلوسك موضوعة في ايه؟ في المكن، في الماكينات، او في الملا، او في الغزل، او في ايه بالضبط؟ انا ما اعرفش. لازم تعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا لدي سؤالين. اتفضل. شيخنا، السؤال الأول، هل يجوز الاستلقاء في المسجد بين الأذان والإقامة؟ يجوز. يعني ولو ما لم تؤثر على المصلين. نعم. والسؤال الثاني، سيدنا حضرتك، أنا سيدنا حضرتك من المنصورة وأنا لا أستطيع الحضور إليك، فمن تنصحني بمشايخ القاهرة يعني؟ أنت في القاهرة؟ نعم أيوه. لا أدري والله. ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ انا عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ما معنى الايه اياك نعبد واياك نستعين؟ لا نعبد الا انت ولا نستعين الا بك. تمام، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا الشيخ مصطفى، اتفضل. بقول لك يا مولانا، الواحد هو مأموم في صلاه المغرب والعشاء والفجر، يعني مطالب يقرا سوره الفاتحه ولا الامام بيقرا عنه؟ عند الجمهور الامام يقرا عنك. طب يا مولانا معلش سؤال بس، انت حضرتك بتعمل ايه لما تكون مأموم؟ نعم عفوا. ايه بقول لك يا مولانا، وانت مأموم، انت حضرتك تعمل ايه، تقرا ولا ما تقراش؟ وانا مأموم قلت لك ال لا انا بسأل بقى، فعل حضرتك انت، فعل حضرتك انت. طب انت ايه دخلك بيا؟ خد احاديث رسول الله ولا مني؟ لا مش القصد يعني، انا كنت يعني فعلك انت، يعني الواحد قرأ فيها حاجه ولا ما فيهاش حاجه يعني؟ لا بأس، بس ممكن اقرا احيانا لحديث الرسول عليه السلام. لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، لكن من العلماء منهم من العلماء من قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب مخصوصة بالإمام أو المنفرد، ومن كان له إمام فقرات الإمام له قراءة.
يعني الواحد قرأ ما لو قرأ أو ما قرأش ما عنوش يعني أي حاجة إن شاء الله يعني بإذن الملك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. انا اسف يا شيخنا بس انا كنت بتكلم مع حضرتك من شويه وللاسف حضرتك ما فتنيش وحضرتك بتنفذ علينا بسرعه، انا اسف يعني. فيعني انا داخل عشان اخد فتوى من حضرتك لان انا يعني حاسس ان انا عايش في حرام مثلا او في حاجه فيها غلط يعني، فثقه في حضرتك يعني. ايه ما انت انا جاوبتك، اتفضل سؤالك. انا دلوقتي لو انا حاطط فلوسي في مكان او في غير مكان، انا حلالي ايه وحرامي ايه؟ اعمل ايه واعمل ايه؟ يعني الفلوس اللي انا خدتها دي ظروف ايه؟ وهل انا لما ما اخد وهو شغال والمصنع شغال وما اخدش وهو ماني فاهم سؤالك. خد رقم يا عبد الرحمن كده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. أحب أسأل حضرتك لو في رقم خاص للاستفسارات برضو خاصة. 0-1-5-3-3-3-8-3 0-1-5-3-3-3-8-3 8-3. طب الأوقات اللي أكلم حضرتك فيها؟ ما في أوقات معينة، على ما يتيسر. ماشي يا شيخ، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ينفع العب بلايستيشن على اللي حاسب؟ نعم. ينفع العب كرة على اللي حاسب؟ لا ما تلعبش كرة على اللي حاسب. طب ينفع اشجع الاهلي؟ ينفع ايه؟ اشجع الاهلي. ولماذا تشجع الاهلي؟ يا رياض. لا تشجع على أهلي ولا تشجع على زمالك ولا تشجع، اعبد ربنا عبادة صالحة أفضل لك في دينك، ذاك من هذا العبث. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شمسوة، سمحت لو في واحد وقت الزواج ينفع يوكل خاله لو حتى والده موجود؟ يوكل المرأة ولا الرجل؟ لا الرجل. طب الرجل يوكل لماذا يوكل؟ هو مش موجود؟ هو مسافر فخلق والده موجود، بس يعتبر يعني والده مش في مسؤولية منه بالنسبة له، لكن اللي متاح قدامه خير يوكله. يا أخي هو مسافر الولد؟ اه. ويريد يوكل أي واحد، يوكل أي واحد ما في مشكلة. خلاص ماشي. هو ليس فتاة يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ مصطفى معلش، ما صحه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما اتخوف عليكم رجلا قرأ القران حتى اذا رؤيت دهشته عليه وكان ردا للاسلام اعزه ما شاء الله ثم انسلخ منه ونبذه وراء الله؟ لا اعلم له سندا ثابتا. طيب هل ثبت يا شيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحمد بن مسلمه لا تضرك الفتنه؟ حسن بعض العلماء هذا الحديث. اقول لك الاسناد يا شيخ؟ تفضل. الاسناد قال في مصنف النبي شيبه حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن محمد بن سيرين قال حذيفة ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا تدرك الفتنة. بس الكلام في سماع محمد بن سيرين من حذيفة بن اليمان، راجعه، هل سمع محمد بن سيرين من حذيفة بن اليمان أم لا؟ طب معلش يا شيخ آخر طلب، بس يعني هو مش سؤال طلب، احنا باذن الله عاوزين نروح حضرتك بكره، هل حضرتك فاضي؟ يعني مش زياره يعني نحضر درس لا اجل غدا، خليك يوم الاحد او الاربعاء او الاربعاء ان شاء الله او الجمعه اما الجمعه ليلا يعني من المغرب للعشاء او الاحد، وهو افضل الاحد او الاربعاء. الاحد او الاربعاء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. هو دلوقتي المفروض حماتي من الأولى بخدمتها، أنا زوجة ابنها ولا بنتها؟ مع العلم إن بنتها دي ساكنة قريب مننا وبتجي لها. الأولى الألزم ابنها يقوم بأمرها، ابنها يوفر لأمته لأمه من تخدمها. تمام. يعني يستأجر خادمة لأمه، إلا إذا كانت زوجته امرأة صالحة وستكفي هذا خلاص. تمام. يعني المفروض إن بنتها يا شيخ مصطفى ما تعملهاش أي حاجة لما تيجي تقعد؟ لا، أصل بنتها مقيدة بالزوج، زوج البنت ممكن لا تذهبي. تمام. هي رجلها كل يوم ممكن أنا أقول لك أنا زوج البنت، ممكن يكون زوج البنت قال لا تذهبي، أنا متزوجك كزوجة لا تذهبي. تمام. لكن الابن مسؤول، أمه مسؤولة منه، صرف يستأجر لها خادمة أو يكلم زوجته ويستلطف زوجته لخدمتها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسأل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، ما هي الفرق هاي؟ والله إذا كنت تقصد أن كلها في النار لا يصح. آه. لفظة كلها في النار لا تصح. طيب ما هي الفرق يعني؟ ما بينها الرسول. من وجهة نظري أن الفرق الشاردة عن الإسلام كالبهائية والفرق هذه البعيدة عن الإسلام، الروافض يعني، الروافض الخوارج. نعم. الصوفية. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لا سمحت يا شيخ، ما حكم حرق ورقة من المصحف خشية أن تهان؟ لا بأس، قد حرق عثمان المصاحف مصحف حفصة. بارك الله فيك يا شيخ. فيك الله فيك. أشكرك محمود الباز أنك تجلب القرارات الباطلة الجائرة الظالمة التي تصدر لمنع النقاب ومنع تغطية الوجه ومنع تغطية الشعر إلا بإذن من الوالد. أشكرك يا محمود الباز على هذا. سيسألهم ربي سبحانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، هو في شغل قدامي، أنا هبقى شغال وسيط، هجيب لي في شركة، هجيب لي نفس شغل مثلا في مطعم أو فندق مثلا او محل ملابس او اي حاجة. توريدات يعني ولا ايه؟ ايه؟ توريدات ولا ماذا؟ مش عارف، هو مش توريدات، وانا هبقى وسيط ما بينهم. يعني مثلا انزل شغل، ولما حد مثلا يقول نوع الشغل اشغله في اي حاجة من دول. يعني انت تشتغل دلال للوظائف. مظبوط. وتاخد اجر مقابل الدلالة. بس اللي انا قصدي عليه بس ان هو مثلا ممكن مثلا يبقى ايه، اجيب لحد مثلا شغل في محل ملابس حريمي مثلا، هدوم متبرجات مثلا او اي حاجه من دي يعني. بس مش ده الاساس يعني، ممكن اجيب لحد شغل في صيدليه، بس ده تبقى حاجه جانبيه. يعني انتقي قدر جهدك واستطاعتك. ايه؟ انتقي الاشياء الحلال قدر الجهد والاستطاعه. طب لو جبت مثلا حد شغل في محل ملابس من دي، عادي برضه ولا حرام؟ يكره، بس ما نستطيع نحرمها. خلاص تمام. سؤال تاني معلش حضرتك. ايه؟ والدتي، والدتي توفى من حوالي اسبوعين، بس هو كان بعيد عننا بقاله سنتين، فهل والدتي برضه ليها عده؟ كان بعيد، كان مطلق امك؟ لا مش مطلقه، بس هو كان مسافر، مسافر بقاله سنتين. عليها العده. ايه؟ لا عده؟ عليها العده. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ مصطفى. وحياك، تفضل. بارك الله في سؤالين والله. تسأل تقول إن هي تزوجت هي وأخواتها البنات، لكن لو راحت تزور الوالد بتلاقي معاملة سيئة من أخواتها الصبيان، وهم شايفين إن البنات لما يجوا يهانوا ويزلوا والوالد ما بيدافعش عنهم،
وحتى بيطالبهم كمان بالفلوس اللي هم اتجوزوا بيها مقابل ان هو كان بياكلهم ويشربوا قبل الجواز. والاولاد مقصرين جدا بحق ابوهم، حتى للاسف البنات بيقولوا ان هم حموا ابوهم قبل كده وكان في احراج بالنسبه لهم. يعني ما السؤال باختصار يا شيخ سيد؟ السؤال باختصار ان هم مشوارهم لابوهم ده بيتعرضوا فيه للاهانه والذل. إذا كان إذا كنا استطعنا التحمل تحملنا لوجه الله، ما استطعنا التحمل لا يكلف الله نفسا وسعها. طيب سؤال تاني معلش. بسم الله. سؤال أخير، تقول ابنها للأسف مدمن وحاول تعالجه كذا مرة في المصحات وما شابه ذلك. آخر مرة اشتغل في تجارة الشاب وما شابه ذلك من الأمور دي، فهي اخذت 3000 من الفلوس اللي هو جايب بيها البضاعه من التجار بتوع المخدرات ودخلته بيهم المصحه. هل ترجع الفلوس دي للتجار تاني ولا تعمل ايه؟ اعذرني عن الاجابه الان. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال شخصي بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي حضرتك انا تزوجت على زوجتي نعم نعم ما كانش في ما بيني وما بينها اي خلاف. ايوه. وما كانتش مقصره معايا بصراحه في حاجه دي زياده العفه. نعم. اذا تريد ان تتزوج على زوجتك وهي لم تقصر معك في شيء. لم تقصر معي في شيء. الزوج جائز، لكن كل ما هنالك إذا كنت مستطيعا الباء ومستطيعا العدل. الحمد لله مستطيع يا شيخ، الحمد لله. الباء والعدل. بعد الزواج أحدثت الخلاف بسبب التعدد وطلبت الانفصال. طيب. وبغوا علي في الطلبات. عفوا هذه قضية تسمع من الطرفين. سنحكم فيها غيابي. ايه الكتاب ده اسمه ايه يا عبد الرحمن؟ ما اعرف عنه شيء. بس 700 جنيه 700 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما هي شيخ الارتقاء في الدرجات يوم القيامة؟ هل يكون يعني في حديث كان بيتكلم عن حاجه زي دي، هل يكون لحافظ القران فقط ام بيشمل قارئ القران ايضا؟ لا، الارتقاء له عده اسباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لغرفا او عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق للتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. هو أسفل في حديث اقرأ كما كنت تقرأ، هل القراءة هنا بمعنى القراءة؟ طبعا القراءة بمعنى القراءة مع الحفظ طبعا. طب لو حتى مش حافظ كل القرآن يعني حافظ مأجور، هو ممكن يؤجر لنيته. ايوه تمام. الله يسلمك. الله خير. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويطيل في عمرك يا رب ويمتعك بالصحة والعافية يا شيخ. في طاعة الله، في طاعة الله جميعا. امين يا رب. يا شيخ كان عندي سؤال، في حد كده اعرفه كثير الحلف بالطلاق. هو دايما بيحلف بالطلاق، يعني حتى على الاطفال الصغيرين بيحلف عليهم بالطلاق وبيخالفوا حلفانه. والكلام ده حصل حوالي يمكن اكتر من 7 أو 8 مرات. هو يعني حلف ولا يقصد به الطلاق فعليه يكفر كفارة يمين. كفارة يمين. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال. تفضل. دلوقتي يا شيخ كنا في موقف الميكروباصات، كان موقف محافظات،
وما كانش فيه بس غير الميكروباص واحد اللي موجود، بس السواق طلب اجره زياده 20 جنيه لكل كرسي، وقال اللي مش عاجبه ما يركبش. تمام. هذا يعتبر استغلال. هو صاحب صاحب الاوتوبيس ولا ايه؟ هو صاحب الميكروباص. طيب انت حر يعني، الدولة مسعره سعر معين. ايوه يا شيخ، فقلنا له ماشي توكل على الله، وعايز يغلي على الاجره الموحده. لا يعني الاجره الموحده، الاجره الموحده هذه تمام الدوله فرضاها ولا ايه؟ ولا الناس اللي ايوه الدوله فرضاها. طيب وهو يطلب اكثر منها. مظبوط. اذا كان يخسر يجوز له، لا يخسر يلتزم بها. هو لا يخسر. تمام. فقلنا له ماشي توكل على الله. وبعد ما ركبنا بعد شويه طلب الاجره، ففي مجموعه من الناس قالت هندفع الاجره الموحده اللي كله بيدفعها، ومجموعه ثانيه قالت هندفع الاجره اللي هي الزياده اللي هو طلبها. فمين يعني يبقى غلط في دول؟ هو اشترط عليكم في الاول، اشترط في الاول المهم ده شروطهم، يعني المجموعه اللي قالت هندفع الاجره الموحده تأثر. والله ما تحكموا الى الحكومه، هو الرجل تحكم على العقد الذي معه لكم. تمام. ماشي يا شيخ، جزاك الله. الله يغفر لي ولك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. الو. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. انا صيدلي شغال في الخليج. فاحنا بعد عندنا بعض الادويه بيبقى فيها مكسب اكتر من بعض الادويه الثانيه. طيب المريض لما بيجي يوصف يجيب مثلا روشته او وصفه من الدكتور بنطلعها زي ما هي. في بعض الحالات الثانيه وحالات كتير عندنا بالمريض مثلا بيشتكي من شكوى معينه، فالمريض لما بيشتكي من شكوى معينه انا بطلع له الادويه اللي احنا عندنا منها كتير اللي فيها مكسب اكتر. ما نصحتم ولا بينتم. الرسول عليه السلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، في النصح وبين بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتما محقت بركه بيعهما. يعني انا واجب عليه مثلا تبين له؟ طبعا تبين له، طبعا تبين له. انت لو مكانه الا تحب ان يعرفك الصيدلي؟ اكيد طبعا. الله يسلمك. عبد الرحمن، بهذا القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين.
اللهم يا ربنا ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، افتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا ارحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والاكرام، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأسل سخيم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.